الوانيت الصيني هذا سعره 85,675 ريال شامل الضريبة. محرك ديزل 2800 سي سي، 4 سلندر، حدود 147 حصان، وقيرة أوتوماتيك 6 سرعات، ويجي دفع خلفي دبل خفيف دبل ثقيل، شبكها كروم، إضاءات LED نهارية، نور عالي واطي LED، وجنوط مقاس 17 إنش ألمنيوم. وعلى فكرة فيها إشارات وفيها وطايات جانبية، مقابض باب كروم، وفيها حناية عفش. وهذه السيارة من الخلف فيها حساسين خلفيات زي ما نلاحظ. صرفيتها بالديزل ممتازة 13.7 كيلو، ومفاتيحها ذكية للدخول الذكي والتشغيل الذكي. السيارة مقعدها جلد وكرسي سائق كهربائي، وعلى فكرة فيها مثبت سرعة، شاشة تدعم أبل كار بلاي، وفيها كاميرا خلفية. هذه السيارة من الخلف ونلاحظ فيها فتحات تكييف خلفية. السيارة ميكسوس تي 60 تابعة لمجموعة سايك، ضمانها 3 سنوات أو 120 ألف كيلو.